والآن مع عملية فحص العسل إذا كان مغشوش أم غير مغشوش. فليتفضل الأخ سامر. الآن سنكتشف إذا كان العسل مغشوش أم غير مغشوش. هذا فحص؟ اه ولا اه اظن واحد جاب لي كيلو عسل. لا تفحص له فيه اه صار نصفه بس طعمه وانت بتاكل العسل طعمه كانه حامض. طلع انا شو بصير فيه. مختار انه مغشوش. حامض طعمه. لا اذا كان مغشوش منها بحل صح؟ والله بتشوف. مش حموضة خراب. خليه للاخر. مغشوش ولا لا؟ استنى هلا بنعرف له. سلام هلا قلت لي اسحاق؟ هيك بتعرف عسل اصلي؟ لا والله نزيل على الفيسبوك. انو فيسبوك هذا؟ هبت طلع هالشيء هاي شيء هاي طلع من عندك خليط نحل صح؟ اه هاي هذا مش مغشوش هذا اصلي ولا لازم هيك تطلع شكل خليط نحل سبحان الله مي عادية؟ مي عادية هاي خليط نحل